أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استوديو اليرموك. رح أبدأ رمضان والسياسي. يعني رمضان بتعرفوا أنا حكيت عنها مرة وكتبوا كثير كتاب عن هذا الموضوع. رمضان هل سيكون ساخن في الأردن سياسيا؟ حتى الآن المؤشرات تحكي لا، يعني ما فيش سخونة في رمضان، وعلى ما يبدو أن الحكومة استطاعت أن بلاش الحكومة، الدولة استطاعت أن تنزع فتيل أزمة رمضان أو سخونة رمضان. هذا تقديراتي الأولية يعني وتكهناتي الأولية. كان لي تحليل في حينه لماذا لن يكون هناك حراك في رمضان، لكن حتى الآن أستطيع أقول أنه كان في مجموعة من الإجراءات قامت فيها الدولة شوي ما بتشجعش أنه الناس تطلع للشارع. بدي أحكي لكم هاي الأشياء اللي صارت. الملك وبعض القرارات التي اتخذت، وأنا باعتقادي إنها كانت سبب كبير في تبريد المشهد الداخلي و يعني الشعور، يعني استطاع أن يبث شعورا عاما بأن ثمت قادم وثمت مخاطر أهم أحيانا من القصة المطلبية. الملك مثلا عمل اشتباك مباشر مع الرأي العام ومكاشفة ولقاءات وعمل مصارحة، وكنت أقول إحنا بحاجة لشاعر. الملك كثف هذا الحضور في فترة من الفترات وحكى لآت الثلاث، لا للوطن البديل، لا لقصة التخلي عن القدس والوصاية، لا للتوطين، لآت الثلاث اللي حكاها في أكثر موقع. أيضا قبل ذلك حكى إنه تعرض لضغط، هاي بحد ذاته فجرت مشهد ورؤية وانتباه كبير إنه القصر مضغوط ويتعرض لضغوطات والدولة وانتبهوا لي وأنا بدي أقوم بإجراءات. ثم بعد ذلك كان في مجموعة من الإجراءات، عمل تغييرات الملك داخل ديوانه، داخل إطاره الخاص، مجاله الخاص، المستشارين والأحدثة. لكن الأهم كان بعد ذلك الاشتباك المباشر اللي قام فيه قائد الجيش مع صفقة القرن وقال للإملاءات، عمل شوية تعبئة في المجتمع وأشعرنا أنه في موضوع كبير ومهم. أيضا سلوك آخر باعتقادي كان الأهم والأخطر والأدق اللي خلى الناس تلتفت إلى أنه ممكن يكون في أشياء قادمة، وبالتالي خلينا ننتظر، خلينا نشوف، خلينا نراقب، خلينا نهدى، خلينا نرتب أولوياتنا فيما يتعلق بغضبنا، وفي اللي هي قصة التغييرات اللي صارت على رأس جهاز المخابرات والرسالة غير المسبوقة للملك اللي تحدث فيها عن تجاوزات وضغوطات يعني رسالة تحملت أوجه كثير أيضا عملت في المشهد. أيضا من الأشياء اللي عملها الملك باعتقادي أنها ساهمت في نزع فتيل التوتر في المشهد المحلي، الإيماءات، التقرب، استضافة كتلة الإصلاح في القصر، الإخوان دخلوا القصر، يعني هذا النوع من خلينا نسميها نوع من التهدئة مع في ملف الإخوان، ما جرى مع عبد اللطيف عربيات رحمة الله عليه، وفاته، حضور الملك لبيت العزاء، ما تسرب أنه كان هناك اتصال قبل ذلك بأيام، كل ذلك باعتقادي نزع فتيل أزمة أن يصبح هناك مشهد متوتر في رمضان. حتى الحكومة أداها لم يكن سيء، يعني الحكومة ركزت على رمضان، وزعت الخبز في كثافة في رمضان اللي هي دعم الخبز، كان في بعض الإجراءات المتعلقة بكبح جماح أي غلاء، يعني حتى الحديث ورح نأخذ اليوم في حلقتنا عن غاز في الأردن إجا في توقيت رمضان، ودائما هذا يعني قابل للاستخدام في أي لحظة. فالمشهد استطاعت الدولة أن تلملمه. أنا كنت أقول إنه الدولة قلقة في لحظة من اللحظات بالتعامل مع هذه المسألة، فبدأوا الناس يشعروا أنه في ملف كبير قادم خطير جدا يتعلق بالدولة ويتعلق بالمشهد الفلسطيني ويتعلق بالضغوطات علينا وصفقة القرن والمواجهة مع الأمريكان والإسرائيليين، وأن هناك كتف عربي يرفع ذلك وهناك ضغوط علينا من العالم العربي. باعتقادي بصير تقدره لما تأخذ الحركة الإسلامية أنت كلها وتغازلها وتحاول أن يعني تشكل حالة من الليونة في التعامل معها، جو رطب تصنع، في مع أنه ما كانش في إشي ثقيل ووازن في العلاقة مع الحركة الإسلامية، لكن كل ذلك يعني يمكن أن يحسب. حتى القرار اللي اتخذته المحكمة بتبرئة قيادات الحركة الإسلامية من الفساد فيما يتعلق بجمعية المركز الإسلامي، البعض حطه في سياق التبريد وفي سياق الغزل اللي هو صار بين الدولة وبين الإخوان المسلمين. كل هذه الإجراءات
أنا باعتقادي أنها كانت يعني تهدف إلى تبريد المشهد وإلى استعادة صولجان السيطرة على هذا المشهد. حتى هذا اللي وصفناه أنه الملك في النهاية شاف أنه فيه سيولة في مؤسسة الحكم، يعني أنا بحكي عن المؤسسة الحاكمة، يعني الأجهزة والأدوات، القصر، يعني ما تسرب في صحيفة القبس. الملك لاحظ في الأخير أنه فيه سيولة، وباعتقادي أنه حسم الأمر من خلال الجهاز الأقوى، من خلال المخابرات. في هناك قلة لازم تطلع أوت، وهذه لازم أن تحاسب. لابد من إدخال عاصم معين في 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 داخل الجهاز، لابد لهذا الجهاز أن يستعيد قصة عدم التعدي على اللي سميها سموها المسائل المحسومة دستوريا. كل هذا ساعد، ولذلك سلوك الملك، سلوك الحكومة، حتى أداء الرزاز، التقارب مع الحركة الإسلامية، كله نزع فتيل أن يكون مشهد رمضان مشهد يعني اعتراضي احتجاجي. حتى أسعار الوقود يعني ثبتوها، لا رفعها ولا نزلها. فهناك تعامل بشكل أو بآخر مع هذا المشهد بدون أخطاء حتى هذه اللحظة. ولما حكوا عن التعديل، البعض نصح وقال بلاش التعديل لأنه التعديل ممكن يستفز، يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه أحسن من التعديل. لأنه تعرفوا إحنا بالأردن عملت أي تعديل راح الناس تعتبر أنت ما عندكش قدرة انعطاف في خلاقة يعني في التعديل، فراح تجيب أشخاص بيشبهوا اللي راحوا أو أسوأ من اللي راحوا أو أحسن شوي. ما فيش يعني مزاج يروح للتعديل والله انفرادي وإحنا كثير مبسوطين. لكن لذلك تم تأجيله حتى يذهب زخم رمضان أو يعني الأيام الأولى في رمضان. فأنا باعتقادي أن الدولة لعبتها صح وتمكنت أنها تتعامل مع رمضان بهذا الشكل. هسه في حراك على الرابع، في حراك وبكرة ممكن يكون موجود يوم الخميس، وممكن أن يزيد يعني بقدر معين. لكن مرة ثانية لا أعتقد أن تمت شيء سياسي في الأردن يعلو على صوت قصة أنه الدولة رفعت الاهتمام والأولوية لقصة صفقة القرن، قصة التسوية، قصة ما يجري في واشنطن تجاه المنطقة وتجاه الأردن وتجاه الفلسطينيين، وما أظهره الملك وما أظهرته الدولة من ممانعة وموقف يمكن وصفه بالصلب، أعطاها شعبية أكثر، أعطاها شرعية أكثر، أعطى شرعية أكثر إنها الناس تصبر وتتحمل. أنا بقولش الناس راح تمرق كل شيء اقتصادي وراح تظلها صابرة لنهاية الشوط، لا، لكن في النهاية أعطى فترة سماح للدولة فيما يتعلق بهذا الملف وللحكومة أيضا، والناس تنتظر. فيعني نزع فتيل أزمة رمضان بطريقة أو بأخرى. الملك كان لاعب جيد ولاعب شاطر في هذه المسألة. حتى مستشارين الملك في الآونة الأخيرة باعتقادي إنهم يعني أكثر ذكاء من السابقين. يعني يقال أنه كثير من المستشارين اللي روحوهم لأنهم ما قدموش نصائح حقيقية. المستشار كان شكلي، ما أشر الشو في سيولة هون وهون وفي تلاعب هون وهون وفي أجندات بتخترق المشهد الأردني للدولة الفلانية والعاصمة الفلانية. نحن قد نكون حلفاء للسعودية والإمارات، لكن مش معنى هذا أنه يكون في لهم أجندة داخل مؤسسات سيادية. ولذلك في الأخير إجت عملية أجرف ونظف، ما خلص، ما فيش مجال أنه يظل هذا المشهد بهذه الطريقة، لأنه اللعب صار على المكشوف يعني في الأخير، والريحة طلعت، والناس العادية واللي بتعرف واللي بتعرفش بتحكي، وكله صار يطخع كله، وصار في صراع أجنحة داخل السلطة. فالمشهد راق للناس طريقة حسمه من قبل الملك، خاصة في الرسالة الأخيرة اللي كانت موجهة لمدير المخابرات الجديد. فبالنهاية يمكن القول أن الناس بدأت تشعر بارتياح معقول، بارتياح معقول، أضف له كما أشرت الانفتاح الحركة الإسلامية. رمضان باعتقادي أنا شخصيا تحليلي أنه لن يكون ساخنا سياسيا في الأردن، بالعكس الناس بتراقب المشهد في غزة أكثر، الناس بتراقب الحضور الكبير للولايات المتحدة الأمريكية، بذكرنا بحرب الخليج وعودة البوارج وحاملات الطائرات لمنطقتنا، فهذا بيخلي الناس تنتبه للمنطقة أكثر. وسيمر شهر رمضان بتقديري وبتحليلي البسيط أنه بدون ضجيج كبير، وسيبقى الرابع على أقلية الناس موجودين هناك بحاول وجهوا رسائلهم للدولة. لكن هذا هو المشهد وطبيعته، وباعتقادي الدولة نزع فتيل أزمة رمضان. سأذهب إلى ملف آخر أو إلى حديث آخر يتعلق بقصة الجراد. الجراد يعني اليوم عجبتني مقالة لمعالي الدكتور صبر الربيحات، بيحكي عن إنه الجنوب والجراد يعني تاريخيا في بينهم نوع من العلاقة. يعني الجراد مش أول مرة بيجي على الجنوب، وزمان ما كانش فيه، كانت الناس تكافحه، كانت الناس تحرق حوالين زرعها أيام ما كان في زرع.
وتقضي على الجراد بطريقته. حتى انه ربط الدكتور صبري ربيحات بان هذيك المناطق كثير في اسم جراد، بمعنى اسم الجراد سواء في العائله او في الاسماء الشخصيه كانت موجوده ومنتشره. اليوم الجراد دخل علينا بكثافه من صحراء السعوديه ومن المناطق المحاذيه للسعوديه، ووصل الطفيله، وحقيقه الاعلام بجوز ما ركزش كثير، لكن ما قامت به وزارة الزراعة، وزيرها ومدراء الزراعة في المناطق، غرفة العمليات الرئيسية اللي كانت في عمان والغرف التي كانت موجودة في تلك المناطق، مهندسي الزراعة، العاملين في قطاع الزراعة، يعني اليوم يشكرون كل الشكر على الجهود اللي قاموا فيه، سلاح الجو، القوات المسلحة، الأجهزة الإدارية، الناس الموجودين في الطفيلة واجهوا هذا الجراد. يقال أنه الوجبة الأولى أو الدفعة الأولى اللي فاتت علينا، الموجة الأولى، قضوا على أكثر من 30 مليون جراد. الأعداد كانت كبيرة وبدون يعني بدون ضجيج، يعني بهدوء، وتمكنت وزارة الزراعة من السيطرة على الموقف ويشكرون، يعني تحية لهم وشكر خاص لهم. هذا الحكي له استعداد تقريبا شهرين واستمكنوا في النهاية. يعني بعرفش إذا في الأيام الجاية راح يكون في جراد، لكن على ما يبدو أنه سيطرنا على الموقف. مرات دول كبيرة بتقدرش تسيطر على هكذا موقف، لكن الدولة استعدت. ومرة ثانية بدي أروح لزاوية أخرى الآن، شكرا لكل من نجح في هذه المسألة. مرات احنا كنا كثير قاسيين على الجهاز البيروقراطي الاردني، وانا بعترف انه ترهل، يعني هو ترهل، هو ليس الجهاز بعافيته وحيويته التي كانت في السبعينات ولا في الثمانينات ولا في التسعينات حتى، اللي هي بدايه تغير دوره. لكن في النهايه هذا الجهاز انا دائما بسميه الشخص الوطني، انا بسميه انه جزء من هويتنا الوطنيه الاردنيه، الجهاز البيروقراطي ممثل بالجهاز المدني والعسكر والامن وكل هذه التفصيلات. احنا بالنسبه لنا نشعر بانه هناك، وهذا بيفسر انه اغنيتنا الوطنيه حتى ارتبطت بالجهاز البيروقراطي وبه ومن خلاله. لكن مرات الثغرات، الفساد اللي صار، التغول اللي صار عليه، التيار الكمبرادوري نيوليبرالي اللي اجى وحاول يجرفه ويجففه ويفشله، وحاول انه يبني على اكتافه اورام سميت مؤسسات مستقله على اساس انه بيأديش دوره، لا هاي نجحت ولا هذا الجهاز ظل بعافيته، عانى من هذه الاورام المسمى مؤسسات مستقله. اليوم هذا الجهاز ينجح بصمت وبهدوء بدون ما نشوف بهرجه اعلاميه، وانا باعتقادي معركه كانت في الجنوب، معركه حقيقيه. لو كان الجهاز فعلا مترهلا، وزارة الزراعة متكان، مرت هذا الجراد وشافنا الناس بتصيح وبتحكي كلام كبير بحق الدولة، لكن نجحوا. ولذلك مش كل شيء في الجهاز البيروقراطي، في هناك خيرين، في هناك جهد، في هناك ناس بتشتغل، في ناس بتتعب. ونتمنى مرة ثانية على هذا الجهاز أن يستعيد حيويته. إحنا اللي علمنا الإدارة لكثير دول الآن بنحكى فيها بالتقدم والتطور في المنطقة العربية وفي الخليج العربي تحديدا. ولذلك ما جرى باعتقاده أنه يسجل في صفحة بيضاء في سجل الجهاز البيروقراطي ومؤسسات العامة في الدولة الأردنية. شكرا لوزارة الزراعة وشكرا لكل اللي بذلوا جهد تجاه هذا الأمر. بس بدي أعلق تعليق بسيط على أنه هل حميت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ بنسمع تحليلات كثيرة، حرب قادمة، الإيرانيين سيجلسوا على الطاولة، الأمريكان والإيرانيين إنهم قديش بيهددوا بعض، ولن يعني، لكن في الواقع في شيء. يعني ترامب أنا اللي بشعر فيه إنه بيختلف عن الكل، إنه حاسم هو لحد الآن ما حاربش ولا حرب، لم يدخل في حرب. هدد كوريا الشمالية ثم جلس معها، بيهدد فنزويلا بس ما تحرك عسكريا، في سوريا انسحب وما اشتبكش عسكريا، إسرائيل ترك لها هي تقوم بدورها في سوريا. هل هذا الرجل قادر يحارب؟ يعني حتى يعني هذا سؤال كبير، يعني هل جاي يحارب ولا يعربد؟ وعلى فكرة هو بيحرك قطاعاته العسكرية عشان يقعد الناس للطاولة، الإيرانيين براغماتيين راح يقعدوا للطاولة، لكن إنها ترجع البوارج لمنطقتنا وترجع الطائرات وحاملات الطائرات بهذا الشكل، هل سنستعيد يعني ما جرى في 2003 وتصير منطقتنا في حالة دمار وندفع إحنا الكلفة؟ يعني هذه أسئلة مطروحة للنقاش والنقاش الكبير. بوارج أمريكا تعود للمنطقة، إلى أين ستؤول تلك الحالة؟ مرة ثانية اللي أنا بلمسه أنه هذا ترامب يعشق إسرائيل عشقا أيديولوجيا وسياسيا ومثاقفة ودينيا وكل أنواع العشق اللي ممكن تصنفها في أدوات القرب والتحالف والدفاع عن الآخر موجودة عند ترامب تجاه إسرائيل. فهل سيخوض حرب تجاه إيران؟ هل سيشذب إيران؟ هل سيجلس إيران على الطاولة؟ هل سيفرض عليها اتفاق نووي جديد؟ هل سيفرض عليها اتفاق يتعلق بالصواريخ الباليستية؟ كلها أسئلة مطروحة للنقاش. لكن أنا اللي شايفه
انه راح يتفق مع ايران في النهايه واللي راح يستفيد اسرائيل واللي راح يطلع برا اللعبه العواصم العربيه المرعوبه من ايران لو راحت دقت الباب مباشره. ايران عليها مسؤوليه كبيره. ايران صحيح انها تستنزف اسرائيل لكن كمان بتخوف العرب. انا لما اكون فزاعة وبيستخدمني الامريكي لتخويف العرب وبيستنزفني وبيستنزفهم لازم اعرف كيف اتخلص من مفاهيم الفزاعة واطمن جيراني. انتم ما طمنتونا يا ايرانيين، لا طمنتونا في العراق ولا طمنتونا في سوريا ولا طمنتونا في اي مكان ولا في اليمن ولا في لبنان حتى. كان عليكم واجب كبير كما على العواصم العربية ان تتريث قبل ان تقود المنطقة الى حرب قد يعني تاكل الاخضر واليابس. الايام الجاية راح تكشف الكثير. نكتفي، نذهب الى وقفة قصيرة ثم نعود.